أعزائي المشاهدين، نحن معكم مباشرة من أحد عروض الأزياء، ورح نشوف المشتركين أو المصممين عم يتباروا للحصول على المركز الأول بتصاميمهم لحتى يحصلوا على فرصة أنهم يشاركوا بأهم عروض الأزياء بأوروبا. معنا المشترك عبد الغني سميح. أستاذ عبد الغني سميح، فيك تقلنا تصاميمك لشو بتوحي؟ ما بتوحي، بس أنا تصاميمي حلو ميكرويتيك بعدي هيك شوي بس بليز. أنا تصاميمي عاملها هيك الوان رايقه باستيل، عرفتي كيف؟ وعملنا ديفيلي هيك اون بلانير كرمال حلول البرانتون الربيع. شكرا كثير لك استاذ عبد الغني سميح. لك كمان. رح ننتقل هلا لعند المصمم الثاني. شكرا. رح ننتقل هلا عند المصمم الثاني، شده وشقله منيح. اخت الابره ما عم بفوت بهالخيط. الاستاذ شقله وشده منيح، بتعرفنا عن حالك؟ انا من مواليد الطريق العام، ترعرعت مرتين بس مش متذكر وين. بس سوري، انت حضرتك جديد على هيدا الدومين ونحن ما بنعرفك، ما حدا بيعرفك بعد. فيك تسيب دوزك وتخلي كرا بليز؟ نعم. فيك تسيب دوز كات كات مخرج بليز كات كات كات. انا ما في كافي هيك، انا اي كانت اتعاطى مع هالبونجيس هيك. انا كيف عم بشرف؟ كيف عم بشرف؟ ما فيني. نحن شعورنا، نحن انا كأصمم مزياء عالمي، نحن بيجي شعورنا مرهف. ليك شو بنحط من هون وبنستعمل لونسون بيبي جوشن كل يوم؟ ما فينا. بس كات كات كات. انا شو عملت لك؟ انت عم تقولي عني ماني معروف؟ انا اكبر شخو ارموتا بالازياء يا عيني. انا اكبر شخو. انت انا هلا حسب دوزي حخلي الشباب هلا يفرجوكي هون شو حيروحوا يجوا. انا ازياء، انا لبست النوماليزا يا عيني، انا ازياء متللت الاتلتيكو باربير كله. بليز 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 كات، ما تحكي معي ورقة حاف. بليز حطوا لي جايكل ماكسون غنية مريتي بومن بليز، وخلي يفرجوك الشباب شو عم نعمل. هلا هيدا عرض ازياء؟ انت مصرة تستبزيني يعني؟ بليز ادموندو اجيب لي بوستر اللونشاليزي 2017 بليز بليز بليز. مخرج خدا، شو هيدا قبلي؟ شو هيدا؟ مظاهرة الحزب الشيوعي؟ حبيبتي بنطلوني عم ينبيع بأوروب، عم ينبيع البنطلون بسخ 600 دولار يعني 300 دورو تقريبا. نعم ما بصدق. سوري. بتعرفي شو أحلى شعور بالبونجيسة؟ شو؟ لما تفقعها. الو فيرجاتسي؟ جولشي اند دابانا؟ قد ايه بدك؟ عفر تلاش بنطلون من هون؟ شيلو شدو منيح. طب ليك؟ خليهم عفر تلاش وبرقع 152 ميلو كتر مربع، وهيك بنحط بالاخر فوني عسي لبنان عليهم، شو رأيك؟ ايه فوني عسي لبنان. اوكي.